بدي أحكي لك قصة كان جدي يحكيها. جدي كان سنكري الله يرحمه، وكان يعرف يحكي، كان يعرف يحكي حكايات. بتروحي على الدكان تبعه، أوقات بتشوفي هيك داير من دار قاعدين ناس، هو عم بيصلح البابور وقاعدين ناس عم بيحس بيسمعوا حكاياته. يوم الواحد حكى هاي الحكاية، لما كانوا الفرنساوية المندات الفرنساوي، الانتداب الفرنساوي بلبنان، كان في واحد اسمه جنرال غورو، هو كان الحاكم بلبنان. جنرال غورو كان عنده ولد صغير يحبه كتير، شو ما طلب الولد جنرال لازم يلبي طلبه. كان في واحد مسكين عنده حمار يدور من ديعة على ديعة، مشي يبيع شوية إبر شوية خيطان لام هيك، يعني خطوات هيك تعيش تعيش عيلته. وكل شيء كان يحط على حمار، وهو مسكين والحمار مسكين أكتر، بقى يطلع من دي على دي، هو يركب على الحمار ويحط عليه كل أغراضه. بس من يوم ليوم الحمار هيك ضعف. مرة هو واجع من الضيعة، الحمار قعد وما راح يقوم، شو بده يعمل؟ بقى حط الغاد على ظهره وسحب الحمار، ولا قدام الضيعة ماري جنرال غورو. جنرال غورو على حصان وابنه على بوني، وهذاك والحرس من قدام ومن ورا. ولا الولد بيشوف الحمار بيقول له لأبوه، بابا بدي الحمار، جابه ستان. قال له، نزل الجنرال من الحصان راح عند هذا المسكين البايع، قال له بتبيع لنا الحمار؟ هذا افتكر الحمار هيك راح يموت، ما شو راح يطلع لي منه، ناخذ كم قرش. قال له بس هذا الحمار عزيز كتير عندي، ما بقدر ابيعه. قال له قد ايه بدك؟ قال له بدي ليرة. ليرة كانت كتير. قال له بتاخذ ليرة، خذ ليرة واعطينا الحمار. الحمار اخذوا الحمار لابنه لجنرال غورو، وهذاك المسكين بدل الحمار صار يسحب كل شيء على كتافه، هو صفى الحمار. مرة هو راجع من الديار بنفس المطرح الساعة 4 بعد الظهر، بيسمع الحرس جايين مع الجنرال غورو والجنرال على حصانه، بيطلع بيشوف ابنه للحصان، ابنه للجنرال راكب الحمار، والحمار منتعش وقوي. طلع بالحمار قال له يا الله يا الله، الحمار عنده حظ وأنا ما عندي حظ.